البيض غالي، ولكن السبب ديال الغلاء اللي كاين دابا هو الانتاج قليل. أثمنة اللي كانوا ديال اللي فات وكان العلف غالي، طردوا ناس للخسارة، وكان اللي في الحبس، وكان اللي بعد الدجاج ديالو ما بقاش الانتاج. راه كورونا تسدوا الفيرمات فعلا، لان هو مورا كورونا فاش كان الكساد، ولكن المواطن راه كياكل في الغلا، لان هو الانتاج قليل. دابا كاينه فيها 135 فرنك، درهم و35 فرنك، والحانوت دابا كيضربوا يبيعوا بدرهم و50 درهم و60، حيت توا درهم توا انه مول الحانوت ما كيجيش هو، كاين البندور اللي كيدور عليه اللي كيدي ليه توا البيض، كيصور معاه واحد 5 فرنك ديالو ولا 7 فرنك. هاد الغلا جا من نقص ديال الدجاجه اللي ما كايناش، الدجاجه جا من الخساره اللي كانت تعرضوا ليها الناس قبل من هادشي. السنوات اللي دازت تعرضوا للخساره، راه اخرجوا لنا الدجاجه وسدوا الفيرمات ديالهم. الضرب اذا كانت فيها تقريبا واحد 18 ولا 20 فيرمه، دابا راه باقوا شي 9 ولا 8 هما اللي باقي حالين. حدانا كيتباع ب 30 ريال ولكن صغير بزاف، غتنقص لي 60 ريال. 60 ريال بالنسبه لي انا غنشري بها حاجه اخرى. الضروره اللي دفعت هذا الشيء الضروره، حيت كنخدموا بعرقنا، وما نبغيش يمشي لي هكاك، وليت ندير من هنا ومن هنا باش يلاه نساير الوقت. المره جا كوفيد، هاد المره مساكن هاد طومبلومون دو تيغ وداكشي حتى حنا تزعزعنا، يعني خاص واحد ليكونومي شويه، ما نبدلوش وما نقصروش على رؤوسنا ثاني. كاين الاسم ديالي الحاج ابراهيم بلا، نايب الاول ديال الجمعيه التضامن التجار البيضاء المنطقه الدار البيضاء زطات. سي الحاج، كيف ما كنعرفوا باللي المغاربه ولاو كيتشكوا بزاف من الثمن ديال البيض، كيرتفع بزاف. فعلا البيض غالي، ولكن السبب ديال الغلاء اللي كاين دابا هو الانتاج قليل. كاين واحد الوقيته اللي كان الناس تعرضوا للخساره ديال الاثمنه اللي كانوا ديال اللي فات، وكان العلف غالي، طردوا ناس للخساره، وكان اللي في الحبس، وكان اللي بعد الدجاج ديالو ما بقاش الانتاج بقاش. كانت عندنا واحد 20 مليون 22 مليون ديال البيض، اليوم راه كاين حتى 12 مليون ساحه ديال البيض في المغرب. هذا هو سبب الغلاء اللي كاين، هو اللي هو النقص ديال السلعه. اي سلعه كتشوفها غاليه عرف راه ناقصه، ملي كتكون السلعه موجوده راه كترخص. نعم، سمعنا باللي بزاف ديال الفارم تسدوا. معلن حقيقه هنا تقريبا ديال مورا كورونا تسدوا الفيرمات فعلا، لان هو مورا كورونا فاش كان الكساد، عام ولا عام ونص مورا كورونا هو فاش كان، والعلف غالي مازال. دابا العلف راه واخا دابا العلف مزيان والثمن مزيان، دابا من المنتجين الله يجعل البركه راه كيسلكوا، ولكن المواطن راه كياكل في الغلا، لان هو الانتاج قليل. يمكن كان واحد الحاجه اللي عليها الطلب اكثر من الجهد ديالها راه كتغلى في اي حاجه، ماشي غير في البيض، لا في الدجاج ولا في اي حاجه. ملي كيكون الانتاج قليل راه كيطلع بوحدو. واخا بالنسبه للاثمنه هنايا شحال ناقصه على الحانوت؟ لا حنا هنا دابا كاينه فيها 135 فرنك، درهم و35 فرنك، والحانوت دابا كيضربوا يبيعوا بدرهم و50 درهم و60، حيت توا درهم توا انه مول الحانوت ما كيجيش هو، كاين البندور اللي كيدور عليه اللي كيدي ليه توا البيض، كيصور معاه واحد 5 فرنك ديالو ولا 7 فرنك. نعم، هاد الغلاء كامل غنقولوا جا من العلف. لا ماشي العلف، دابا ما كنقولش العلف، لا العلف ما بقاش غالي. هاد الغلا جا من نقص ديال الدجاجه اللي ما كايناش. منين جا هاد النقص ديال الدجاجه؟ الدجاجه جا من الخساره اللي كانت تعرضوا ليها الناس قبل من هادشي. السنوات اللي دازت تعرضوا للخساره، راه اخرجوا لنا الدجاجه وسدوا الفيرمات ديالهم. تاخذوا مثلا الضرب اذا كانت فيها تقريبا واحد 18 ولا 20 فيرمه، دابا راه باقوا شي 9 ولا 8 هما اللي باقي حالين، والباقي كلشي سد. المناطق اللي كيجيو لكازا باش يبيعوا البيض؟ دابا الساعه كاين غير الضرب، اذا كان واحد الوقيته كان ملي كانت السلعه كثيره كان يجي من الرباط، يجي من فاس، يجي من مراكش. دابا السلعه اللي كاينه ضغط اللي كدور ديال كل بلد دابا فيه السلعه ديالو اللي كدور فيه، وما كافياش السلعه، ما كافياش السلعه اللي كدور. نعم، وبالنسبه للبيع والشراء هنايا واش الناس كيجيو كيقتنيو البيض؟ بيان سور كيجيو، هنا كيجيو صحاب ديال الجمل، الديتاي قليل، الناس اللي المستهلك ديال قليل ما كيجيش، ولكن الناس اللي كيدورو على اللي كيبيعوا في الدروبه كيجيو.
هادشي كيوقع ديال الكساد اللي كانوا والمشكل اللي قدر اللي تهرسوا الناس ما بقاش عنده القدره باش يدير باش يربي ولا يبغى يربي دابا هو بان له الربح ولكن فينا هو انه الدجاج راه ماشي سهله الدجاج راه كتقام 100000 ديال الدجاج تتقام 700 مليون الا بغى يحط 100000 ديال الدجاج خاصو 700 مليون فينا هي هو الديون باقيين فوق درو مازال ما كملهمش ديال الكساد اللي داز والدجاجه في ال1000 ديالها شحال كتكلف في اليوم كناكل 120 غرام ولكن ملي كنقولوا 120 غرام باش ما نحسبوش على 120 غرام انه الدجاجه ما كتعطيناش البيض 100% حنا القيمه اللي كنديروا البيضه هي 150 غرام اللي كتساوي البيض كنقولوا البيضه هذه كتقام علينا ب 150 غرام ماشي هي 120 حيت كاين الدجاجه اللي ما كتبيضش وكتاكل مع الاخرى اللي كتبيض ديال الدجاج الرومي مع الدجاج البلدي فرق كبير بين الدجاج ما بين الدجاج البلدي والرومي راه كاين الفرق كبير تقريبا فاش في البيض لا ماشي في البيض دابا كاين الدجاج البلدي طبيعي الماكله اللي كياكل ماشي هو الدجاج الرومي والمناخ فاش عايش الدجاج البلدي ماشي هو فاش كيعيش الرومي راه بزاف ديال هذا سميتو الدجاج البلدي راه ماشي هو الرومي ما عمرو تكون البلدي بحال الرومي ولكن اللي بغينا مثلا الحل الانسب بلي الدجاج كثار والبيض رخاص شنو ممكن لنا نديرو خاص البنوك يطلقوا الاكل ديال الناس اللي مربين باش يعاودوا يرجعوا لبلاصتهم الا البنوك حيت البنوك تكلاو حتى هما هاد الكساد اللي داز تكلاو البنوك وكان العدد ديال المنتجين راه في الحبس العدد الناس اللي ياخذون سادين وباقي الديون فوق ظهورهم وكاين اللي في البروتي غير كيتهرب باش ما يتشتا هو ولكن باقي العافيه كدور به هذا هو المشكل اللي كاين. شكرا لك بزاف سي الحاج. الله يبارك علاش جيتي اليوم تاخذي البيض من هنايا؟ جيت اختي بنتي باش ناخذو باش يكون ناقص شويه في الثمن واون مين طون الكراماج طالع شويه حدانا كيتباع ب 30 ريال ولكن صغير بزاف سو كيفي بحال تنولي تنضوب اسميتو مقادير والدراري عرفتي بيضه راجل غتعطيه بيضه صغيره كي غديري ليه صعيبه شويه وهو في الحقيقه كل شيء غلى اي كومبري البيض لان كنستعملوه بزاف في الحلويات في لي غوسيت راك عارفه واخا تبغي ديري عا غاتان ولا شي حاجه تديري في سميتو وغير الكيك واخا غير حليوه واخا غير اللي صوبتيه اكثر تتستعمل في البيض واخا شحال كتاخذي من حبوب 30 ريال ولكن صغير 31 ريال بزاف بزاف عليا بنيتي وليت كنشري جوج ربعه باش نقضي ملي كنلقى شويه اتساع دابا راه ضربت واحد شويه الوقت خسرت الوقت وخسرت هذا ولكن ايكونوميزيت جوج ريال في البيضه شحال خديتي دابا ديال بلاطو بلاطو فيه 30 يعني 30 ناقصه عليك غتنقص لي 60 ريال 60 ريال بالنسبه لي انا غنشري بها حاجه اخرى واخا نشري باغي نزيد فيها شي حاجه نشري غير 400 ثاني ندير حريشه ندير هذا وما كطلبش البيض عاوتاني راه كنقلب على الحاجه ثاني ما طلبش ليا البيض بحر شرم ما فيهاش البيض وشكرا بزاف الله يبارك فيك يطول عمرك عندك مع الاقتصاد بزاف ايوا ماشي الضروره اللي دفعت هذا الشيء الضروره حيت كنخدموا وكنخدموا بعرقنا وما نبغيش يمشي ليا هكاك وليت ندير من هنا ومن هنا باش يلاه نساير الوقت ما كتعرفيش الوقت اش تجيب ديك المره جا كوفيد هاد المره مساكن هاد طومبلومون دو تيغ وداكشي حتى حنا تزعزعنا يعني خاص واحد ليكونومي شويه ما نبدلوش وما نقصروش على رؤوسنا ثاني لان واقفين بهاد المويكله الحمد لله اللي عطينا ربي صحيحتنا حنا دارك هاد الغلاء كامل منين جاي شو الاسباب ديال هاد الغلاء والغلاء فيه هذاك الشيء جا من بنتي والله ما عرفت انايا هذا الشيء وقع واش من الاستيراد واش من ما عرفتش واش قلت المواد الفلاحيه ما بقاوش واش كيصدروها وكيخليو هنا واش ان زعما اون غيزون اللي هي نقولها الكوريكت ما عنديش بالضبط باش ما يكونش كنكذب على اي واحد كنقول داك الشيء اللي كاينه بنتي والله ييسر ويتمم ما باقي على خير يا ربي من الدرويش خاصهم شويه يشوفوا فيه الدرويش راه كاين اللي كيتغدى ويتعشى بالبيض والبيض واعر حتى هو الكوليسترول واعره اللي عنده الكوليسترول يزيد ياكل البيض راه مصيبه ها الكوليسترول راه كياكل فيه البيض والبيض سميتو والحلويات فيها البيض وكل شيء فيه البيض اللي عنده الكوليسترول مشى فيها بنيتي يعني حتى الصحه خصك تعرفي اش كتاكلي باش تعرفي
ايوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله، وكنتمناو كل شيء بخير يكون بخير وعلى خير، وطالب ان يفكروا في الدرويش لان الدرويش كيعاني. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك ويطول عمرك، وشكرا على الابتسامه ديالكم، وهذا الموضوع مهم مهم بزاف. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.